النهارده تنطلق دوره الالعاب الاولمبيه الشتويه 2022 في بكين، وهتستمر لحد 20 فبراير. والاولمبياد الشتويه هو حدث رياضي عالمي بيقام كل 4 سنين، وبتنظم فيه منافسات الرياضات اللي بتمارس على الجليد او التلج. وبالمناسبه بكين هتصبح رسميا اول مدينه تستضيف النسختين الصيفيه والشتويه في دوره الالعاب الاولمبيه. خلونا نعرف بقى تفاصيل اكتر عن الاولمبياد الشتويه من الاعلاميه الصينيه فيحاء وانغ. صباح الخير عليك يا فيحاء. صباح الفل احمد وبسنت، ازيكم؟ ازيك انت؟ مبسوطين ان انت معانا في صباح الخير يا مصر. ايوه الحمد لله كلنا بخير ونحن حاليا سعداء كثيرا. يعني الصين هتنظم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، فاحكي لنا عنها وعدد المشاركين في الأولمبياد الشتوية ايه؟ شكرا جزيلا. أولا ألف مبروك للمنتخب المصري، وثم يعني في الساعة الثامنة مساء اليوم سيبدأ حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ببكين، ونحن كلنا مستعدون لاستقبال هذا الحدث الرياضي العالمي الضخم. وأيضا يشرفنا كثيرا أن يحضر حفل الافتتاحية فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. يعني فيحاء عاوزين نعرف منك، يعني صباح الخير الأول، وعاوزين نعرف منك عدد المشاركين في دورة الأولمبيات الشتوية قد إيه؟ يعني بسبب فيروس كورونا هذه المرة هناك إجراءات صارمة لضمان سلامة جميع الرياضيين، لذا ليس يعني عدد المشاركين ليس عدد كبير مثل السابق. يعني هناك أعتقد 2000 تقريبا. نعم. طيب فيحاء، يعني بكين لما نظمت 2008 دورة الألعاب الأولمبية الصيفية العالم كله انبهر، يعني كلنا اتكلمنا عن الطفرة يمكن التكنولوجية اللي كانت فيها، فهل النسخة دي احنا متوقعين طفرة كمان كبيرة وهتبهر العالم؟ يعني أعيد من فضلك، هل احنا الصين لما عملت الالعاب او دوره الالعاب الاولمبيه الصيفيه كلنا انبهرنا؟ الصين معروفه بالطفره التكنولوجيه يمكن، فمتوقعين الشتويه اللي دوره الالعاب الشتويه يبقى فيها انبهار لينا؟ نعم، يعني الالعاب الاولمبيه الشتويه تلحق بنا كثير من التغيرات، ومثلا ازداد عدد المعجبين للرياضات الشتوية، ازداد إلى 30,000 نسمة في الصين. يعني في السابق كان قليل جدا، ولكن بفضل أولمبياد الشتوية ازداد المعجبين الصينيين. وأيضا استخدمنا الكثير من التكنولوجيا الحديثة لضمان نجاح هذه الدورة، ومثلا نستخدم الروبوت لنقل الأطباق، وأيضا لإرسال الملفات بين الرياضيين والعاملين هكذا، لكي تخفيض خطورة انتشار الوباء في قرية الأولمبية هكذا. وأيضا نعتمد على الأجهزة الحديثة لتقديم الخدمات العامة والطبية. يعني هناك إدارة متكاملة مخلقة داخل القرية الأولمبية.
يعني فيحاء دايما بيكون يعني دايما ما تكون هناك يعني عدد من المكاسب والمكتسبات التي يتم جني ثمارها من وراء هذه الألعاب الأولمبية الكبيرة. ايه المكتسبات سواء كانت اقتصادية او ايضا مكتسبات اجتماعية سوف تحصدها وتجني ثمارها الصين من خلف هذه البطولة، يعني دورة الألعاب الأولمبية الشتوية؟ نعم، نظرا لأن الوضع الوبائي صعب جدا، فهذه الدورة لا نبيع التذاكر لكسب المال هكذا. ويعني هذه مرة ما فيش كثير من الأرباح الاقتصادية بصراحة. نعم، يعني الإعلامية الصينية فيحاء، بنشكرك على وجودك معنا في برنامج صباح الخير يا مصر، ونتمنى للصين التوفيق وإبهار العالم في بطولة الألعاب أو دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. كل التوفيق ليكم، ومنتظرين اليوم انبهار في الافتتاح. شكرا لك.